عسلامة صاحبي حبيب الهدي. أهلا بشي مهدي. شنو حوالك مهدي؟ لبس لبس. به حكينا على شنو جديد في السينما أفريكا. فات جديد جديد في السينما أفريكا سكرت فضل خيان السلفيين وحماية الثورة قبل ما تعملوا وليوا جمعية وفضل هذا كل. ولكن اللي عنده قضية واللي عنده إرادة باش يواصل يواصل هذا المهم. وأنا نتصور اللي كيف ما تسكرت الأفريكا تكملت الأفريكا في السنتر فيل باش تكون حاجة مهمة وحتى نتفائل بها أنا ياسر للسينما ولتونس في نفس الوقت. فكفيت الأيام هذه قاعدين نحذروا باش نبدأوا سيكل بتاع 3D في سينما ريو اللي قاعدين نتفاهموا مع المستغلين متاعه باش يفوتونا فيه لصالح الكيب متاع الأفريكا اللي تبقى منها وبالخصوص للفكرة متاع الأفريكا. بتبيع الريو قاعة معقدة أكثر وأكبر وزمنا ناخذوها على طائرة معناتها التصليحات والليزاميناجمون والكاليتي اللي وصلناها لأفريكا. هي دونك ريو الإكسبيريونس 3D اللي ميور كو في السينما أفريكا أكيد باسكو لو فوليوم نتاع ساعة ريو في حاجتين لي دو هانديكاب نتاع أفريكا مش موجودين في دو هانديكاب تاع أفريكا هو البلافون اللي هو وات ياسر والهانديكاب الثاني نتاع أفريكا اللي الإكران تاعها بجنب الباب نتاع الدخول. دونك هذيا حاجتين ربحناهم ديجا. Donc en fait, on a une salle où il y a un volume اللي يخلي 3D يتعاش اكثر ويتحس اكثر واللي الاكسي للساله ما يقلقش الناس اللي تتفرج باسكو فيت ولو احنا كنا نسكروا البيبان في دو سيونس مي كوميم يا يو دي اكسبسيون لو واحد مش حشاك في البيت الراحه بده يخرج ويدخل يقلق الناس. هذا ما عندناش هذا دجا ما ثمش باسكو او فيت الناس اللي مركزه على كلام كل شيء ما يقلقهم حد ما يقلقهم حتى الباب ما يقلقهم حتى اون بلوس الاكران اكبر برشا والفوليوم تاع الساله هذاك بالكيف كي فا نو بيرميتر دو دوني ان فري سبيكتاكل دو 3D. خصوصية تاع الفستيفال هذا هو ساعة انه الافلام كلها تقريبا دعوه للاجنبي انت وجينا في بيريود و يا دكسلون فيلم والديزني ورثنا الازين فيلم بالنسبه لنا دار الديزني هو رواليون في الفيرسيون 3D بتاعو. دونك و فيت اللي فيه شيخه اكثر هو الصغار الفستيفال هذا والكبار زاد كيف كيف عندهم بلاصتهم ولو انا شيباني ونموت على 3D ونموت على الرواليون. كان فما بارتنريا سال دو سينما بوبليك وين بوتيتر نجمو نقاوش افلام اجد و بتبيع هو فيت الافلام هي مربوطه بساله وسالتين وثلاثه واربعه وخمسه. فيت توا في تونس صارت نوع من الكونسيونس من طرف الدولة عاونت قاعتين اخرين بخلاف الافريكا ولو عندهم زباري نيميريك وبالبروجيكسيون نيميريك الممارسة تحسنت تحسن كبير ياسر وقاعدة تتحسن في البوبليك وهذا سي معناتها حاجة انستانتاني تحسن الكاليتي يجيك البوبليك. الكوليزي حسن البروجيكسيون ما حسنش الصالة يعني حسن الصالة والكونفور في الصالة ثلاثة سالات ينجموا يعملوا معناتها ريو تتحسن الممارسة تحسنت تحسن الكوليزي ثلاثة سالات ديجا ينجموا يزيدوا يطلعوا في السينما كان يوليو خمسة ستة نجموا ندخلوا مرحلة إقلاع جديدة. ريلاسيون انترنت سينما c'est une excellente relation sauf que ils ont tout dire حق شنو انت تقول هذا مشكل الانترنت والسينما c'est que elle donne au cinéma énormément de choses. En fait internet قربت السينما من البشر والبشريه الكل وقربت وكسرت الحدود نتاع التوزيع ولكن المشكله نتاع الانترنت هي مشكل حقوق السينمائيين حقوق المبدعين حقوق الافلام
ولكن عندها فضل كبير ياسر اللي قربت الفيلم من أي واحد من أي مواطن في العالم. معناتها ولي تحط فيلموك في الانترنت يشوفوا اللي في بنغلاديش وشوفوا اللي في جنوب افريقيا وشوفوا اللي في فنلندا وشوفوا اللي في العمران ولا في الملاسين. ما ثم حتى مشكل. هذا شيء مهم. هذه ثورة حقيقية في الصورة. وهذا اللي يزيد في ثقافة الشبيبة. وهذا يمكن اللي بيخلق الشبيبة بتاعنا. الشبيبة مش تهرب من القيود بتاع السينما التونسية اللي هي مش حمام. اللي هي طرقت البرشة مواضيع وقاعدة تبرك في السياسة وفي الاجتماعي. ويزمها تخرج. Come on, 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 come on